مع وجهة النظر القانونية طبعا الاجتماعية أولا والقانونية اللي سمعناها من الأساتذة، حضرتك شايف إيه؟ يعني أستاذة ولاء ذكرت في كلامها إنه عندنا قصور في التشريعات برضه متعلقة بالعقوبة وما إلى ذلك، سواء الإهمال أو حتى وصلنا لمرحلة بيع الأجنة، بتشوف ده إزاي؟ بس هقول لحضرتك حاجة، هو يعني واضح جدا إنه بعد الثورتين، بعد ثورة يناير والأحداث اللي حصلت مش بس في مصر وإنما اللي صاحبت ما يسمى بالربيع العربي على مستوى منطقتنا، والدول اللي يعني بقى فيها فوضى أمنية إنجاز التعبير، يعني ترتب على كده زي ما حضرتك قلتي في المقدمة إن بقى في جرائم غير معتادة بقينا بنشوفها وبنشوفها بوضوح في المجتمعات العربية، وده نتيجة إنه بقى في جرائم دولية، بقى في عصابات دولية. قبل الثورتين كان في كلام عن تجارة أعضاء بس كان في إطار محدود، لكن ما بعد الثورتين والأحداث اللي صاحبت الربيع العربي مش بس في مصر وإنما في المنطقة ككل بقينا بنشوف بشكل بقى يعني أكتر من اللي يعني كان زمان قبل الربيع العربي ممكن حادثة من النوع ده نسمعها وتهزنا كل كام سنة وتهزنا لكن بعد يعني الأحداث الأمنية اللي صاحبت الربيع العربي بقينا نشوف الأحداث دي متكررة، وبقينا نسمع بقى عن عصابات لتجارة بشر أو تجارة أعضاء سواء كبار أو أطفال، بقينا يعني بقى بيتقال عن مع الأسف يعني عن منطقة الشرق الأوسط إن بقى فيها أكتر من مركز يعتبر مركز لتجارة البشر يعني. فبالتأكيد لما يعني دوم بيحصل في أي مجتمع لازم يتم مراجعة القوانين القائمة والموجودة أولا عشان التأكد إن في نصوص تواجه الجرائم الجديدة دي، لأن في جرائم يعني تحولت لجرائم خطر. احنا عندنا نوعين من الجرائم، جرائم ضرر وجرائم خطر. جرائم ضرر بتترتب العقوبة فيها بحسب الضرر اللي أصاب المجني عليه، لكن جرائم الخطر ده جريمة بتبقى بتهدد المجتمع تهديد بالغ. زي فممكن يعني على سبيل المثال في جريمة خطف الأطفال كان بينظر ليها على أنها جريمة ضرر، فبتتدرج العقوبة بحسب الضرر اللي أصاب المجني عليه أو الطفل المخطوف. ده في يعني مطالبات بقالها سنين يا فندم من حضراتكم، وأنا على فكرة قدمت تجديد وتغليظ العقوبة على خاطف الأطفال. أنا قدمت في الدول الانعقاد اللي فات تعديل، وتم يعني إقراره والحكومة كمان دخلت بتعديل وتم تعديل الوضع القديم اللي الأستاذة بتتكلم عنه 30 ده لا ما بقاش موجود، بس ما زال بس طلع قانون بكده جديد؟ ده تعديل على مواد الخطف. تعديل أيوة يعني دلوقتي النهارده اللي يخطف طفل لا عقوبته ايه؟ تعديل لا يعني بحسب الحاله بتبتدي سنين. لا بتبتدي من سجن مشدد بحد ادنى 5 سنوات وبعدين تروح 7، بعدين ممكن اذا صاحب جريمه الخطف اعتداء او اغتصاب او مات او ما شابه بتروح للاعدام. بس الشاهد انه الجريمه دي بعد احداث الربيع العربي من وجهه نظري انا بجانب طبيعه انها جريمه ضرر وده الاصل اللي جرى عليه المشرع في اصل قانون العقوبات، لكن كمان من وجهه نظري انا بقى فيها بعد انها جريمه خطر، بمعنى انه اصبحت بتمثل تهديد كبير للمجتمع اقترن بيها جرائم في غاية الخطورة زي تجارة البشر والأعضاء واللي هي غالبا بتؤدي إلى وفاة المجني عليه. فيعني كان وجهة نظري وده اللي قلته في مناقشات اللجنة التشريعية وقت ما قدمت التعديل إنه إحنا يعني لازم نروح لأقصى عقوبة وهي عقوبة الإعدام. وإحنا كده عندنا مادة الرأفة اللي هي بتترك لتقدير القاضي إنه ممكن ينزل بالحكم درجتين إذا وجد إنه الحالة أو يعني الجريمة دي أو الحالة اللي ما بين إيديه تستدعي الرأفة دي. عملنا مادة 17 في القانون عملنا سؤال بس في الجزئية دي معلش، هو إيه العذر اللي ممكن اديه لواحد خطف طفل؟ لا هو مش فكره يعني العذر، هو المناقشات حضرتك بتقول اذا ما استدعت الحاله انه الظروف المحيطه بيها القاضي ارتقى انها تاخد حكم اقل شويه. بس اقول لحضرتك حاجه، هو في النهايه واحد خطف طفل من امه وابوه. لما يعني انا لما قدمت المقترح
كنت مقدمه نص وحيد بيتكلم على انه اللي بيخطف بي 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 بيحكم عليه بالسجن المؤبد، وان اذا اقترنت الجريمه دي بتجاره بشر، تجاره اعضاء، طلب فديه، مات المجني عليه، لانه ساعات بياخدوهم ويحطوهم في اماكن طبعاً غير صالحه فيموت المجني عليه، او الخطف الاسباب تطرف وكده، لان كان حصل وان كان حاله ولا اتنين ان جماعات متشدده تخطف أطفال لتجنيدها، في خطف يحصل من في إطار أحداث طائفية أو مشابه، فأنا قلت في الحالات دي نروح للإعدام. المناقشات اللي حصلت في اللجنة التشريعية كانت بتقول إنه لما العقوبة بتبقى مشددة يعني إلى هذه الدرجة، ده بيشعر القاضي بالحرج، فإذا لم تكن الأدلة ما بين يديه يعني قاطعة إنجاز التعبير ما يحكمش. وقعدنا نناقش بقى كتير، انا كنت باني التعديل بتاعي على انه على الرغم ان الجريمه دي ما زالت جريمه ضرر، لكن التطور اللي حصل فيها والاهداف الغير تقليديه اللي بقت مرتبطه بيها، كان زمان غالبا لما بيحصل خطف يا اما طلب فديه يا اما ناس ما بتنجبش فتخطف طفل، او يحصل عصابات التسول او كده، لكن ما كانش بقى فيه زي دلوقتي ان خطف لتجاره بشر او اعضاء او كده. فأنا قلت إنه حتى لو كان أصلها جريمة ضرر، لكن الجرائم اللي اقترنت بيها تحولها من جريمة ضرر لجريمة خطر، أنا مش أتدرج في العقوبة واروح للحكم مش هتدرج العقوبة. يعني أنا الهدف إن هم إن اللجنة لما ردت على مقترح حضرتك إنه لا ما نروحش للإعدام على طول عشان نسهل على القاضي، مش نسهل يعني حتى لا يشعر بالحرج، لانه فكره ان انا عشان ادي اعدام. انا مره في قاضي جليل زمان بقول له بتكلم على حكم الاعدام، فبيقول لي انت تعرفي ان حكم الاعدام ده مش صعب بالنسبه لنا؟ ما فهمتش معنى الكلمه ازاي؟ قال لي لانه ما فيش قاضي بيدي حكم بالاعدام غير لما بيكون متاكد 100% وكل الادله قدامه قطعا يعني قولا واحدا بتدين المجني وتؤكد انه ده حكم الاعدام لازم ياخده. هي بصي حضرتك، هي المناقشات، فاحنا عايزين بقى نعدي الخطوه الصعبه دي، وبالتالي قلنا ما نروحش للاعدام على طول. يعني بصي المناقشات دايما في يعني في مثل هذه الامور بتبقى في فكره انه لما بتبقى العقوبه يعني من وجهه نظر الطرف الاخر يعني اللي كانوا بيناقشونا انها مبالغ فيها، فبيتكلموا على ان ده ممكن يودي لاشكاليات دستوريه، او زي ما قلت لحضرتك انه غالبا لما بتبقى العقوبه مشدده الى هذه الدرجه لو ما كانتش الاوراق يعني قد كده محكمه يقينا يعني ممكن جدا القاضي ما يروحش للحكم ده. تمام. انا كنت وجهه نظري انه الجرائم اللي اقترنت بالجريمه دي تخلينا ناخد باعتبار انها تحولت ولو بدرجة ما لجريمة خطر، ثم ان وجود المادة 17 اللي بتدي القاضي حق الرأفة يعني هتبقى دي مرجعية ان ممكن جدا القاضي يرجع لها. ينزل بالحكم يعني درجتين اذا وجد. طيب يعني احنا الجديد دلوقتي بناء على المقترح اللي حضرتك قدمته انه مفيش 3 سنين دي. لا 3 سنين دي خلاص، دي العقوبة موجودة من 3 سنين ل 10 سنين. ما هو سيادة النائب بيقول لك مفيش تحت سن 16 سنة. لا ده حضرتك النص القديم اللي هو قبل التعديل، اللي هو قبل 16 قبل التعديل. لا التعديل هو التعديل لما بيصدر ازاي يا فندم؟ يعني المحاميين بيتبلغوا بال يعني لا بينشر في الجريدة الرسمية وده نشر بالفعل؟ نشر، ويعني المحامين اللي غالبا بيشتغلوا على القضايا اللي ذات الطابع ده بمجرد ما بينزل تعديل يخص القضايا دي الخطف حاجة وهتك العرض حاجة، وأنا عندي كذا صورة، يعني أنا ممكن واحد يخطف مثلا طفل، يعني الإناث العقوبة مشددة بالنسبة تحت سن 16، يبقى أنا عندي عقوبة من 3 سنين ل 10 سنين لو في هتك عرض الطفل بالقوة أو التهديد تصل العقوبة طب ما هي دي اللي شرحها سيادة النائب، ضرر وخطر يعني مش دي اللي شرحها. احنا عندنا هتك العرض ده في أشغال شقة مؤبدة، يبقى أنا الفكرة إن القاضي لما بينظر القضية ما عندوش إعدام، بيشوف الأمور عنده واصله لفين. يعني انا سياده النائب، يعني انا سياده النائب لو سؤال بس معلش سؤال انا لو قدمت للقاضي الدليل اللي بيقول انه عمليه الخطف دي صاحبت هتك عرض او اختصاب، اذا الجاني ما ياخدش اذا حصل مواقعه المجني عليه سواء كان ولد او بنت على اعتبار ان كان زمان بس بيتكلم على البنات على البنت بس، لكن دلوقتي بقى الاثنين لا بيروح للاعدام وده موجود في